السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إن شاء الله اليوم وصلت معكم لاكتيفيتي ليكسيك دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الثانية الدورة الأولى. طبيعة الحال اللي باقي ما تفرجش الفروض اللي ديجا درت في القناة يمشي لا ديسكريبسيون وغادي يلقى بزاف ديال الروابط، بزاف ديال لي ليان ديال الفروض، يدخل ويتفرج لهم بتمعن ان شاء الله، وغادي يفهم الدروس وغادي يفهم يخرج التمارين، وان شاء الله غادي يمشي مزيان في الفروض اللي غادي يديرهم ان شاء الله في القسم. اذا على بركه الله اليوم غادي نديرو لاكتيفيتي دو ليكسيك. ici il y en a 4 questions. On va commencer par la première question ici. Range les mots de la liste suivante dans l'ordre alphabétique. يعني هاد الكلمات هادو شنو غادي ندير لهم؟ غادي نرتبهم سولون لورد الفابيتيك، يعني بحسب الترتيب الابجدي ديال الحروف اللغه الفرنسيه. صافي ا بي سي دي جوسكا زد سي بيان. دونك بطبيعه الحال باش نرتبوا هاد لي مو خصنا نشوفوا اول شيء هو لا بروميير لتر، يعني اول حرف. هنا عندنا في، هنا عندنا ام، هنا عندنا بي، هنا تي، هنا في، هنا او، وهنا سي. دونك ا بي، دونك ا حتى كلمه ما كتبدا ب ا، ب حتى كلمه ما كتبدا ب. شوفوا سي، سي عندنا هنا في ام بي تي في او اي سي. دونك سي تويان، سي تويان كوم سا. دونك هادي مشات. ندوزو ا بي سي دي، شوفوا دي واش كاينه. ما كايناش. او ايكيب مشات. ا بي سي دي E, F, G, H, I, J, K, L, M. M marche. M, N, O, P. P. Portable. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. R, S, T. Tour. U, V. قولية جوج فيهم V. Voyage et victoire. غادي ندوزو عاوتاني للحرف الثاني. هنا عندنا O وهنا عندنا I. دونك شكون اللي كيسبق؟ A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, I. دونك victoire عاد voyage. V عاد voyage. C'est bien. Passons à la deuxième question. Suivez avec moi toujours. La deuxième question, écris les phrases avec les mots suivants. غادي نكتبو جمل وغنستعملو هاد الكلمات هادو. صافي. دونك غادي نحاولو نكتبو هاد الكلمات هادو بلون مغاير. دونك غادي نكتب، نبداو بلا سوليداريتي. نديرو لا سوليداريتي. سوليداريتي est une valeur citoyenne. est une valeur valeur سيتويان، هي واحد القيمة مواطنة. صافي سيتويان سي بيان. لا سوليداريتي اي اون فالور سيتويان. ندوزو للكلمة الثانية اللي هي ريسبكتي. ريسبكتي نديرو مثلا il faut respecter. il faut respecter. il faut respecter quoi? il faut respecter مثلا les personnes. les personnes âgées. يعني الناس اللي كبارين في السن. صافي. دونك ريسبكتي اي سوليداريتي. باسون على تخوازيام كاستيون. ريكري لي فراز ان رومبلاسون شاك مو اون غرا بار لو سينونيم كي لوي كوريسبون. جو جونتي كونتاجيون دوسمون. دونك هنايا اش غادي نديرو؟ غادي نعاودو نكتبو هاد الجمل هادو وغادي نبدلو كل كلمه باش بالسينونيم ديالها، سيتادير بالمرادف ديالها. دونك انا عندي سامباتيك، هنا عندي ساموز، هنا عندي كونتاميناسيون، اي سي لونتومون. والكلمات اللي غادي ولي سينونيم هما جو جونتي كونتاجيون دوسمون. لا بروميير فراز سي نوفو زامي سون تري سامباتيك. يعني هاد الاصدقاء الجدد هما ظريفين بزاف. فين هي الكلمه اللي هي سينونيم؟ دونك هي جونتي. داكور. دونك نكتبو سي نوفو، نوفو amis sont très très gentils. D'accord? Très gentils.
هذه غدير لنا دوزو il s'amuse bien pendant la récréation كيستمتعوا مزيان خلال الاستراحة دونك il نديرو il joue il joue هذه كيلعبو il joue bien pendant quoi la récréation pendant la récréation Deux ou la troisième phrase. Pour éviter la contamination, il faut rester chez soi. باش تتفادى العدوى خصك تبقى في دارك. Ça fait donc pour éviter la contagion. Ça fait يعني العدوى. Éviter la contagion. Comme ça, il faut rester chez soi. Il faut rester chez soi. D'accord? Regardez ce petit garçon, il marche lentement. شوف هاد الولد الصغير كيمشي بشويه. Donc regardez ce petit garçon, il marche comment? Donc chaise contagion, il marche doucement. Doucement. D'accord? Il marche doucement. Passons maintenant à la quatrième question et la dernière question. Suivez avec moi. Complète le tableau par. Donc, had le tableau, had le jadwal, had le kalimat, had habitant, milieu, camarade. Habitant, les huwa wahed sakin fwahed blasa. Milieu, les huwa wasat, camarade, huwa sadiq. Hna les mots, ami, citoyen et entourage. Hna synonyme, c'est-à-dire le muradif dialo. Ami, huwa. كامراد بطبيعة الحال كامراد مون امي سي مون كامراد صافي دو زو سيتويان سيتويان يعني مواطن مواطن هي واحد الانسان ساكن في واحد البلاصة صافي دونك ابيتون ابيتون وهنايا اونتوراج لونتوراج ديالي سي تادير لو ميليو ديالي يعني الوسط ديالي دونك مي ميليو صافي دونك ici il y en a trois synonymes donc ami synonyme de camarade. Yak? On dit citoyen, le synonyme de habitant. Ou on dit entourage, synonyme de milieu. Ça fait? وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره المرحله الثانيه كان كيخص لاكتيفيتي فيليكسيك خليتكم على خير كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته